سلام. ها وينه؟ فوق. فوق شو يسوي فوق؟ نايم نايم. وداد قلتي له ولا ما قلتي له عريم؟ هو جاي من الدوام كان تعبان وقال بنام اريح شويه وكل ما بدخل قاعده. وداد خلصيني، الناس ناطريننا، المره وبنتها ناطريننا، ايش تنطرين؟ روحي ناديه، روحي كلمي وداد، لا طالعيني كذي، قومي يلا يلا يلا. اي والله تبي تفشلنا مع الناس. يا ربي وخزيا والله العظيم ما ادري ايش اسوي الحين انا. فيصل 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 يما قوم حبيبي. فيصل 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 امي امي فيصل حبيبي قوم قوم يلا يما قوم 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 غسل قوم قوم غسل وصل بنروح. شنو اصلي يما؟ هاي صلاة الحين يا حبيبي. قوم قوم يما. ايش فيك يما؟ ايش فيك؟ شنو اللي ايش فيني؟ قوم زتك يا يما، انا ويا خالتك زهره تحت ناطرينك. يلا ايش تبون مني؟ ناطريني ايش تبون؟ نبي نروح يا يما. روحوا ايش تبون مني يما؟ ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فيصل لا تعاند، يلا عاد قوم يما. بعرف سلمان وينه؟ انت ايش عليك من سلمان؟ احنا نبيك انت. قوم ايش تبين مني يما؟ ابيك خلصني وقوم. اوه يما يعني مقومتني من نومه عشان زهره هني؟ انا شكو بزهره؟ قوم قلت لك قوم قسل يلا خلص. يلا زين الحين البس سكات تيشيرتي وينكم؟ يلا لا تلبس تيشيرت، ابيك تلبس دشداشه، دشداشه سنعه وتكشخ تكشخ مثل المعرس. شو السالفه يما؟ شنو شو السالفه؟ انت انزل بعدين انا اقول لك. زين انزل بس اهم شيء تكشخ مثل المعرس، فهمت؟ مثل المعرس كشخه وتبخر تعطر عدل وانزل. يلا يلا زدتك لا تبطي. زين يما زين ايش فيش؟ صار دشت علي عفستني استغفر الله. جوليا تعالي حبيبتي. يلا بسرعة يلا روحي جيبي القهوة بسرعة والصحن الثاني اللي داخل. ها يلا حبيبتي. والشاي الله آخر يا جوليا. هاي يبا كل شيء جاهز؟ هلا. اي والله الحمد لله كل شيء جاهز. يلا الحمد لله. هلا. اي والله سمعي انا بمشي الحين وبعد ما يمشون الجماعه دقي علي بلغيني طمنيني. ها مو تاخذك السوالف وتنسين؟ حاضر حاضر لا تحاتي ان شاء الله، بس اول ما يطلعون راح ادق عليك على طول. يلا على خير ان شاء الله. ان شاء الله. يلا. اي شفت اقول لك؟ سمعي لما تقعد ريم مع الولد وتاخذ السوالف مع الحريم وتسب بنتك عينك على بنتك، فاهمه ولا لا؟ حاضر. اوكي يلا بارك الله فيك ان شاء الله. يلا امان الله. مع السلامه. جوليا يلا يا ماما يلا، ليش بارده؟ يلا. لا اله الا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الله يوفقك يا بنتي يا رب، الله يرزقك حبيبتي يا رب. وداد قلتي له ولا ما قلتي له على الموضوع؟ مو يا زهرة أنا بقيت أقول له بس خفت إنه هو يعاند وما يروح معنا. يا الله خلاص أنا والله العظيم أعصابي احترقت من عندكم والله العظيم. خلاص خلاص مو قادرة. أنت بس اهدي 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 وصلي على النبي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحين ينزل ونقول له ونحطه قدام الأمر الواقع. أمر الواقع يلا تفضل الحين أنا شو أسوي؟ الله يستر يا ربي. تفضل. هاي يما جهزتي ولا بعد؟ بعد شوي بيلي. ما شاء الله ما شاء الله لا اله الا الله، شا الزين شا الحلال. صدق يما يعني شكلي حلو؟ يا حبيبتي انت الزين كله يا عمري، ربي يحفظك. اي يا رب يا رب يا رب يكون خوش ريال. يا رب يا يما ان شاء الله، الله يسمع منك يا رب. بعدين لا تحاتين، بيجي تكونين على طبيعتك ترتاحين تسألين عن كل شيء بخاطرك لا تخافين ماشي؟ يما زين عادي لما يقعد معاي تقعدين معانا؟ ما ادري احس راح استحي. ما يصير يا يما، هذه الاصول لازم تقعدين ويا الريال تعرفينه يعرفك. ما يصير. ما ادري احس اني وايد راح ادوق. لا تحاتين، احس ان هالزيجه ان شاء الله راح تكون من نصيبك. ان شاء الله ان شاء الله يكون من نصيبي. دعي لي يما. يا رب انا ادعي لك من غير ولا شيء يا عمري، انت يا حبيبتي.
يا رب. الله يوفقك يا يما، الله يوفقك. السلام عليكم. عليكم السلام. شلون خالتي زهرة؟ هلا يما حبيبي، شلونك انت؟ زين، اخبارك؟ الله يسلمك ويعافيك. هاي يما وين بنروح؟ وداد. قولي له يما. يلا يما، تاخرنا على الموعد اللي المفروض انه نروح له. اي موعد؟ موعد عشان تشوف البنيه اللي اخترتها لك. شنو يعني بنيه شايفتها لي؟ يعني بنت اياويت وجميله وحلوه ويمه وسنع ورد وبدل، حتى اسال خالتك زهره تعالي. لا دام خالتي زهره نيخه تسمع الكلام اللي انا ادري انها تعرفه، غير البنت اللي قلت لك عنها انا ما راح اتزوج. لا تظلمين يا يمه وتظلمين بنت الناس معاي، وانا غلطان اني قعدت من نومتي. فيصل، هذا الكلام لو وصلك ويتعداك، يوم انك تروح معاي وتشوف البنت اللي انا اخترتها لك، ولا انت بصوب وانا بصوب. يما انا ما راح اتزوج غير البنت اللي قلت لك عنها، حرام عليك يما، لا تغصبيني على شيء انا ما ابيه. هذا انا قلت لك، لا تروح تشوف البنت، لا تعتبر امك ماتت.